هاي أنا تيريز، منظمة مساند الجمعية اللي شملت المنطقة خلال الانفجار، وعم تقدم مساعدات دايمة، ومن خلالها قدمت لنا مشروع إنتاج وتسويق فوات صحية. مشروع نسمة اللي هو مشروع تبع الفوات الصحية، وهدف المشروع هو إنتاج الفوات الصحية بجودة عالية وبسعر كمان مقبول كرمال النساء والفتيات المستضعفات بلبنان يكونوا عم يتمكنوا ويشتغلوا بهالمشروع وكمان عم يستفيدوا من هالفوات. خالي عن مواد كيميائية، خالي من النايلون، كوتون 100%. نحن 120 ست عم نشتغل، 20 بالإنتاج، 100 بالتسويق. الفيجن تبع الجمعية بشكل عام ندعم العيال اللبنانية اللي هن بحاجة ومهمشة بلبنان بكل المناطق. نحن بحاجة لنكمل هذا المشروع. بهذا التعاون رح نكون عم ندعم نحن بروجي نسمة. So join us on Sunday May 12 in L'Oréal Paris Women Race. Strong alone, stronger together, and run your worth.